مجموعة من كبار السن تنغمس في وصلة رقص بخطوات بطيئة على إيقاع أنغام العود وأصوات الغناء خلال عرض موسيقي تقدمه ميساء أبو لغد ولانا مشتاق في قاعة دار للمسنين في العاصمة الأردنية عمان. عندما بدأتا ميساء أبو لغد ولانا مشتاق العمل في العلاج بالموسيقى في دار المسنين في عام 2020، هدفهما كان التطوع وتقديم المساعدة لكبار السن، حيث أن تفاعلهم مع العلاج الموسيقي شجع السيدتين على الاستمرار في جلسات العلاج. العلاج بالموسيقى هو علاج صحي بخاطب العقل، بيساعد الإنسان اجتماعيا وعقليا وحركيا وروحانيا. فيوم عن يوم طبعا الانتشار بطيء عم بيكون عنا، بس بتأمل قريبا جدا انه يصير في عنا وعي اكثر. ويشعر المقيمون في الدار بالارتياح بعد جلسات العلاج بالموسيقى التي تستهدف المسنين ممن يعانون من أمراض الزهايمر والخرف والقلق والاكتئاب. الموسيقى هاي بتخليني أرتاح وبشيل عني المشاكل والهموم اللي أنا بفكر فيها كلها، ومرتاح وبنبسط وبغير نفسيتي وبغير كل الشغلات اللي فيني كلها بتروح عني الحمد لله وبرتاح. ميساء ولانا تقدمان جلسات العلاج بالموسيقى لعشر ساعات في الأسبوع بالمتوسط لنحو 15 مريضا في جلسات خاصة، بالإضافة إلى الجلسات الجماعية المقدمة بدار المسنين. وتأمل كلتا الفنانتين في أن تحقق هذه الوسيلة العلاجية مزيدا من الشعبية والانتشار في الأردن وخارجه.